ابني وقع هدول الوراق. شو هدول؟ وراق طلاقك انت وايش كيف؟ ما رح اسمح لهديك البنت المحتالة تدخل هالبيت ولا تخرب حياتك، لهيك وقع هالوراق هدول وتزوج من ريا، وهيك ابن ريا بينزل على اسمك، وكمان ما بيصير فضايح لعيلتنا. هذا الشيء الصح اللي لازم تعمله منشان سمعة عيلتنا. وبس تتزوج انت وريا روحوا على سنغافورة، وهيك اشكي ما بتقدر تنزع لكم سعادتكم ابدا. ستي انتي مو لازم تحبيها لايشكي، ماشي؟ بس لا تنزعي علاقتها مع اخي اهان. خلاص انا عم احكي مع اهان مشان مصلحته، لا تتدخل انت. لا بدي اتدخل، اذا رح تشجعي لي يساوي شي غلط فاسف انا ضدك. هلا انا اللي غلطت؟ انا؟ ايشكي اللي غلطت لما خانتنا كلياتنا، واهان باللي عمله. أنا عم حاول صلح الغلط اللي صار. أنت بتعرف العيلة أهم شي؟ ليك شو ما كان اللي عملته من قبل، ابني كل شي ساويته منشان عائلتي تكون منيحة، واللي أنا ساويته اليوم صدقني هو كمان منشان هيك. أنا بعرف إنه ما عجبك قراري، معليش يا ابني، بس اللي عم أعمله هاد هو الصح، وشان ريا وكمان منشان عيلتي ومنشان حفيدي اللي جاي. تعا انت هلأ عم تفكر بإيشكي، بس صدقني انا هلأ عم فكر بالكل، وعم فكر بريا وبحفيدي ابنها. انت وريا غلطتوا، بس ليش حتى تعاقب هذا الطفل يلي لسه ما خلق واجا على الحياة؟ حتى ليش لحتى يقولوا الولد ماله شرعي؟ انا ولا مرة علمتك تتهرب من واجبك. واجب الأب مانو بس إنه يصرف عولاده يا ابني، لا أكتر من هيك بكتير. بترجاك إنه لا تقرر تظلمه لحفيدي اللي جاي. أنت عندك فرصة لحتى تصحح هاي الغلطة اللي ارتكبتها ومنشان تصلحها. وقع على هدول الوراق وأنا رح اهتم بالباقي. آسف ستي، ما بقدر وقع. إشكي، أنا عملت غلطة كبيرة بحقك. أنا ليش ما فكرت فيك وورطتك معي؟ ليش خليتك تبيني سيئة بعيون أهان؟ يا ريت إنك تسامحيني، أنا كنت عمياني بمحبتي لأولادي. بترجاكي خالتي، وجهتي مسدسة علي؟ رفعتي سكين؟ لا، كل شي عملته عملته بإرادتي أنا، وكل شي رح يصير هو نتيجة هالشي اللي عملته. ما في داعي تلومي حالك،
بعترف اني غلطت وما كان لازم يصير هيك، بس معنوه هالشي السيء وبيتصلح كمان. احسن ما نقعد نبكي على اللي صار، خلينا نواجه. لهيك نحن الاثنين بحاجة بعض، لأنه هي مو معركتك لوحدك، هي معركتنا. أنا عم مرق بنفس الطريق اللي مرقتي فيه أنت من 20 سنة. أنت خسرتي ولادك وأهان، وسونالي خسر أمه، وستي أخذت منهم كل شي بالدنيا. نحن ما لازم نضل عم نخسر هيك، لازم نكسب اللي خسرنا. وأنت هلأ لازم تكوني قوية، رح تعملي اللي عم قلك عليه. ماشي، رح أعمل كل شي عم تقوليه، رح أعمله بوعدك. ستي لو سمحتي، بالعادة أنا ما برفض لك طلب، بس هذا الطلب لا، لو سمحتي. هلأ مو بقيان شي بيناتكم، أنت يلي أخذت القرار وقلعت من البيت. إيه بس أكيد مو للأبد، أنا كنت معصب وهي شوي عنيدة، بس سرقت وخلصت عنادة رح تفهم غلطة أكيد، ورح تقرر إنه ترجع على البيت من جديد. نحن صح تخانقنا يا ستي، بس مستحيل إنه ننفصل. يعني قصدك تقول إنك رح ترجع هديك البنت على هذا البيت وترجعها على حياتها لترجع تخوننا؟ وشو من شان ريا؟ وشو أخذت قرار بخصوص الولد اللي ببطنه؟ وشو يا ستي من شان قيم عائلتنا؟ قيم العائلة يلي ضليتي تعلمينا إياها دائماً، شو مشانة هي؟ قلي لي شو مشانة؟ أنتي قلتي لي إنه الزواج هو رابط كتير مقدس، ولما بتتزوج شو ما كان صاير الزوج والزوجة ما لازم ينفصلوا. بس اليوم أنتي عم تقلي لي مشان أترك إشكي، أنا بتذكر كل شيء. فيكي تقلي لي قديش أنتي انكسرتي لما أمي تركت أبي وراحت؟ فبدك يعني عيد الشيء اللي عملته أمي بأبي مع لإشكي؟ أنا ماني مثل أمي نهائي، ما رح فيني أعمل مثل ما عملت أمي بأبي، وما بدي أولادي بكرة يحكوا علي مثل ما عم أحكي على أمي. شو رح يفكروا بخصوصي؟ أنا ما بدي إياهم يكرهوني ويعيشوا تجاربي مثل ما أنا كرهت أمي. والشي الأهم كمان إنه أنا كتير بحبها لإشكي لحد هذا اليوم، أنا ما فيني أعيش بدونها، وهي كمان بتحبني كتير. ومثل ما أنا عم عاني هون، هي كمان عم تعاني ببيت خالتها. أنا واثق إنها ناطرتني لحتى أروح لهنيك وصالحها ورجعها على البيت لهون. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.